Sport Matin, le Cameroun, le début du Chan, le championnat d'Afrique des joueurs locaux. بالفعل فرانسوا تتزين القارة الإفريقية بألوان ثاني أغلى مسابقة كروية بعد الكانا، وهي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين ولو في زمن كورونا. 16 منتخبا بمن فيهم حامل اللقب المنتخب المغربي تتنافس على مدار 23 يوما بحثا عن التاج القاري في النسخة السادسة للشان، وأربعة ملاعب كاميرونية بمدن ياوندي ودوالا وليمبي ستكون مسرح الحدث القاري. ويقص شريط الشان اليوم بالمباراة الافتتاحية بين الكاميرون وزيمبابوي في المجموعة الأولى بداية من الخامسة بعد الزوال بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. أما المواجهة الثانية في ذات المجموعة فتضع مالي أمام بوركينا فاسو. وارتباطا بالحضور الجماهيري في ظروف جائحة كورونا، سمحت السلطات الكاميرونية لتزيين المدرجات بنسبة 25% في الأدوار الأولى و50% في نصف النهائي والنهائية. وبخصوص المنتخب المغربي حامل اللقب، فيتواجد في المجموعة الثالثة وتضم منتخبات رواندا وأوغندا وتوغو. الأخير يعد أول اختبار للأسود المحلية الاثنين المقبل. الأسود تواصل تحضيراتها لهذه المواجهة، وخاضت أمس حصة تدريبية جديدة عن آخر مستجدات المنتخب المغربي وكذا جاهزية اللاعبين. نستمع للناخب المغربي الحسين عموتا. يعني الحمد لله تقريبا جميع اللاعبين كلهم متحمسين، كلهم الحمد لله يعني في الفورما، يعني باستثناء الحافظي طبعا اللي كان منتظر على انه ما يكونش في المقابله، اضافه الى ادم النفاتي اللي حاسب شي شويه عنده واحد الشد شي شويه في العضله الخلفيه اللي ما غاديش يكون حاضر. ولكن الاختيارات ان شاء الله كلها غادي تكون موجوده، يعني ندخلوا بقوه، وكنظن انه المقابله الاولى مطلوب اننا نفوزوا فيها. ومن المنتخبات القوية المرشحة للتتويج باللقب الكونغو الديمقراطية بطل نسختي 2009 و2016، إلى جانب صاحب الأرض والجمهور الكاميرون وبطل 2014 ليبيا. ومن جهة ثانية، كرم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس رئيس الكاف السابق عيسى حياتو بلقب الرئيس الشرفي للمنظمة في حفل أقيم في ياوندي عاصمة مسقط رأسه الكاميرون. مغربيا دائما في البطولة الجزائرية لحساب الجولة الثامنة، تفوق شبيبة الثورة أمس على ضيفه نصر حسين داي بهدفين لهدف واحد ليرتقي الثورة إلى الصف الثالث برصيد 14 نقطة. كما تفوق أولمبي شلف على أهلي برج بوعريرج بهدفين نظيفين ليصعد أولمبي شلف إلى الصف الخامس. أما اتحاد بالعباس فتفوق خارج الدار على اتحاد بسكرة بهدف نظيف. اليوم حوار كروي ناري مرتقب بين المتصدر وفاق سطيف ووصيف مولودية الجزائر، شباب الوزدة ضد مولودية وهران، واتحاد العاصمة يستقبل سريع غليزان. نفتح اللحظة صفحة كرة القدم الأوروبية والمستهل من الدوري الإيطالي لحساب الأسبوع 18، حيث حسم لاتسيو ديربي ضد روما بفوز مقنع بثلاثية نظيفة بملعب الأولمبيكو، ليفشل روما في اللحاق بالصف الثاني مع الإنتر، في حين صعد لاتسيو إلى الصف السابع. غدا الكل يترقب القمة النارية بين إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس. أما المتصدر ميلان فيلعب الاثنين ضد مضيفه كالياري. إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تفتتح اليوم مباريات الجولة 19 في مقدمة المواجهة. تشيلسي يحل ضيفا على فولهام بقيادة الدولي المغربي حكيم زياش، وليستر سيتي يستقبل ساوثهامبتون. غدا عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع طبق كروي رائع بين المتصدر مانشستر يونايتد والوصيف ليفربول، والفارق بينهما 3 نقاط فقط. إلى كأس ملك إسبانيا لحساب الدور 32، الثلاثي المغربي يوسف نصيري وياسين بون وأسامة الإدريسي على موعد ضد المضيف ليغانيس بداية من 8 مساء، والعين على العبور إلى دور الثمن. في فرنسا، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمس إصابة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتشينيو بفيروس كورونا المستجد، على أن يشرف مساعده اليوم على مباراة أنجي في المرحلة 20 من البطولة الفرنسية. نختم من بطولة العالم لكرة اليد المتواصلة أطوارها في مصر. المنتخب المغربي وبعد الهزيمة ضد الجزائر في أول ظهور يلعب اليوم في 6 مساء للتعويض ضد البرتغال في المجموعة السادسة التي ستعرف مواجهة الجزائر لأيسلندا. أما المنتخب التونسي فخسر أول مباراة أمس ضد بولندا ب30 مقابل 28، وفي أبرز نتائج الأمس إسالة الدنمارك حملة الدفاع عن اللقب بفوز